الإسكندرية، تلك المدينة التي نسبت إلى الفاتح الإغريقي الإسكندر الأكبر. ربما وقف الإسكندر هنا بقدميه محدقاً في الأفق، علّه يرى الساحل الآخر حيث مقدونيا التي تنتظر عودته كي تستقبله كما يليق بفاتح مثله. هل كانت الإسكندرية موجودة قبل أن يأتي إليها الإسكندر ويمنحها اسمه؟ هكذا دفعتنا هيراكليوم إلى إعادة النظر في التاريخ بأسره بعد عشرات القرون من اختفائها في أعماق البحر. إنها المدينة المقدسة التي جاءتها النهاية سريعة وحاسمة، فالأرض من تحتها ارتعدت ثم بدا وكأنها ذابت في أعماق البحر. الآن تعود أطلال المدينة إلى الحياة، لكنها تأبى أن تعترف بسر سقوطها الغامض. لم تورثنا الحقبة الإغريقية وثيقة واحدة تفسر لغز انزلاق هذه المدينة إلى باطن البحر، فحالما اختفى منها آخر حجر أودعها التاريخ خزانة أسراره، حتى لم يعد بمقدور أحد سواه أن يعرف بمرقدها الأخير. أميز ما في هيراكليوم هو أنها ولدت من رحم أسطورة، وعندما غرقت ظلت قابعة في الأسطورة. تروي إلياذة هوميروس كيف أن الأمير باريس ابن بريام ملك ترواضة لجأ إلى هيراكليوم بعد أن خطف الأميرة هيلين من زوجها منلوس ملك سبارتا. قصة باريس على رغم خرافتها وأسطورتها تعني شيئا مهما جدا. حسب ما يروي هيرودوت مثلا، أن باريس عندما خطف هيلين من سبارتا وخاف من العودة إلى ترواضة، فكر أن يبحث عن ملجأ آمن، ففكر في مصر. معنى ذلك أن مصر في هذا الوقت كانت بحسب الرواية الإغريقية بلد آمن. كما يصف المؤرخ اليوناني هيرودوت هيبتها وفخامتها قبل 4 قرون من الميلاد. المدينة التي كانت بوابة مصر على البحر المتوسط اختفت وكأنها لم تكن، لم تترك لنا ولا حتى سطرا في أسفار المؤرخين يروي لنا كيف اختفت بقلاعها الأسطورية، بل ظلت صامتة مهيبة محتفظة بوقارها. قبيل انصراف القرن الماضي قرر الغواص الفرنسي فرانك غوديو أن يبحث عن هيراكليوم. استقل قاربا صغيرا وزوده بأحدث أجهزة الكشف الإلكتروني. They use quite sophisticated systems. More common, they have the GPS and triangulation because they have to map the site first before and collect a lot of data before they can really send the divers down. So they have a more accurate account of what is underneath, and it's a large area. So they really had to apply new technology, and some of the new technology they're using is by using a method called electronic distance measurement. And it's a new system that they're using to try and get as much data so they can get up-to-date information to the divers each day, and so the divers can go in and collect the information. قام غوديو لشهور طويلة بمسح 150 كيلو متر مربع من خليج أبي قير جيئة وذهابا، وفي المواقع الأكثر احتمالا ألقى نظرة عن كثب حتى كانت اللحظة المشهودة. الغطاسين عملوا مجهود كبير بالنسبة للاكتشاف، هذا اكتشاف مذهل. الصعوبات اللي واجهتهم الطقس، مدى تردي الرؤية تحت الماء. معروفة البحر الأبيض المتوسط بتدني الرؤية مقارنة بشرم الشيخ وأماكن ثانية. بالنسبة للزلزال اللي ضرب المنطقة في كان صعوبة للغطاسين المرور بين الآثار لاكتشاف في أشياء أكثر. أطلقت آلة الرنين الصوتي صفارتها، فقفز غوديو وزملاؤه على الفور إلى الأعماق ليعثروا أخيراً على أطلال المدينة المفقودة، مغمورة بالطمي، حافلة بالكنوز والأسرار.
It's one of the most beautiful oases ever discovered. And she was close to very big structures that we could date back from late Pharaonic period or Ptolemaic period. And maybe this could be close from the temple of Isis, which has been totally destroyed early 5th century AD. كشف ثغرة في التاريخ تعادل كتابة نص ملحمي كبير كالإليازة، تعادل كتابة نص إبداعي كبير، لا تعادل فرحة جوديو باكتشاف الآثار أي فرحة في العالم. شرعنا في الإعداد لمغامرة لم تخطر لنا على بال حتى في أكثر أحلامنا جموحاً. استأجرنا قارباً ومعدات غوص وكل ما يلزم للوصول إلى هناك، إلى ما تحت سطح البحر، إلى هيراكليوم. نحن الآن على بعد نحو 6 كيلومترات من شاطئ خليج أبي قير فوق المدينة البطلمية التي ظلت قروناً في سبات عميق. أرض العصر البطلمي أو اسكندرية البطلمية علشان تجدها لازم تحفر الأرض من 10 ل 12 متر، اسكندرية الرومانية من 6 ل 8 متر، اسكندرية الإسلامية من 3 ل 4 متر، وبعدين اسكندرية الحديثة. عندك 4 سكندريات فوق بعض دلوقتي. ارتديت معدات الغوص وثبت وضع الجهاز الذي سيمدني بالأكسجين خلال فترة تواجدي بالقاع. كان معنا أحد الغواصين المحترفين الذين سبق لهم أن ترددوا على الموقع 10 مرات. وإن هي إلى لحظات حتى ألقينا بأنفسنا نحو قاع البحر. بدأت